أصدقائي الأعزاء، أنصتوا جيدا. إذا كان هذا الخبر صحيحا فسوف يجلب الطمأنينة إلى قلوب عشاق خالد إبراهيم جيهان وسيرة ترك أوغلو، أن مراسلا من رومانيا كشف دليلا هاما على استمرار حب الممثلين المشهورين. ويرى المراسل أن الدور الريادي في مسلسل الأمانة منحت للممثلة نانوكا ستامبوليشفيلي، خاصة بناء على طلب من خالد إبراهيم جيهان. شرح الجميع بطريقة أو بأخرى لماذا، لكن وفقا لأفكار المراسل فإن التزام الممثل تجاه سيلة ترك أوغلو هو أن خالد إبراهيم جيهان يريد أن يرى الشخص المتزوج شريكا له في المسلسل. كيف يمكن أن تكون؟ وفقا لإدعاء المراسل لم ترغب سيلة في أن يلعب حبيبها دور البطولة مع امرأة عزباء. خالد إبراهيم جيهان أوفى بهذا الوعد. إذا نظرنا بعناية شديدة فإننا نشهد أن الممثلين الفرديين في العديد من المسلسلات التلفزيونية التركية يقعون في حب بعضهم البعض بعد ذلك مباشرة. لا أنكر من الممكن جدا أن يقع الممثلين في حب بعضهم البعض في المسلسل لأنهم يعيشون حبا حقيقيا. خالد إبراهيم جيهان هو أيضا رجل محبوب وليس شخصا يقع في حبه. قد يكون هذا هو السبب عدم وراء رغبة سيلة ترك أوغلو في اللعب مع امرأة عزباء. لهذا السبب شارك العديد من الممثلين المنفردين في تجارب المسلسل ولم يوافق عليها خالد إبراهيم جيهان، وفي النهاية لم يقل لا لامرأة متزوجة حسنا. لماذا ترفض سيلة ترك أوغلو لعب الدور الرئيسي مع شخص واحد؟ هذا هو المكان الذي قد ينبع منه أحد استياء خالد إبراهيم جيهان تجاه صديقته السابقة. لا أعرف بالضبط كيف كان الحوار بينهما، ومع ذلك فإن التقديرات تعطي سببا للقول أن سيلة ترك أوغلو لم ترغب في أن تولد قصة حب في الأمانة، واتفقت مع خالد إبراهيم جيهان في هذا الاتجاه. وافقت سيلة ترك أوغلو نفسها لاحقا على اللعب مع الممثل الفردي. طبعا أوضاع سيلة وخالد مختلفة. يجد الممثل جيهان الذي يلعب دورا في مسلسل الأمانة فرصة للتدخل في التمثيل في المسلسل، لكن سيلة ترك أوغلو محرومة من هذه الفرصة. لم تستطع سيلة ترك أوغلو تفويت أهم فرصة حصلت عليها في مسيرتها التمثيلية بقولها أنا لا ألعب مع ممثلين فرديين. لذلك لا يمكن إلقاء اللوم على الممثلة. مشتركي الأعزاء يقولون لا يوجد دخان بلا نار. إذا لم تكن هناك علاقة بين الممثلين فأنا على يقين من أنهم كانوا سيقولون ذلك. ليس هناك وقت أفضل لقول هذا. إذا قاموا بالفعل بمحو بعضهم البعض وانفصلوا فقد حان الوقت للاعتراف، أو إذا لم يقولوا إننا لم نكن في حالة حب حتى بعد الانفصال، أو أننا وقعنا في الحب وانفصلنا، فعندئذ يكون المعجبون على حق ويستمر الحب بين الممثلين. لا تنسوا كتابة أفكاركم معي في قسم التعليقات بالفيديو، وضروري أن تتابعوا الصفحة ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو. شكرا لمشاهدتكم، نلتقي في فيديوهات لاحقة.